السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الرعاية الصحية، الصحة الشاملة، ومقارنة بالتكنولوجيا، الحياة المعاصرة، تطورات الحديثة في كل المجالات. إذا قمنا بمقارنة في العصر الذي نعيش فيه اليوم في القرن الحادي والعشرين، وجدنا بأن التكنولوجيا أصبحت متطورة بشكل مذهل، بالإنجليزي يسمى The Exponential Growth of Technology، أي تطور بشكل مذهل جدا في جميع المجالات. ثورة المعلوماتية، الإنترنت، وسائل الاتصالات، المواصلات بجميع جوانبها البرية والجوية وغيرها، سهولة الحصول على المعلومات، ثورة الحرية البشرية في جميع المجالات حتى العلم. أي بكل هذه التطورات المذهلة تقع ضمن الحضارة الإنسانية المذهلة التي ينعم الإنسان في الحياة العصرية اليوم، ومما جعل العالم قرية صغيرة. أصبح الآن من السهل الإنسان يسافر من أقصى شمال إلى أقصى جنوب، وأقصى شرق إلى أقصى غرب، والعكس، بكل يسر سهولة خلال ساعات، يعني أقل من 12 ساعة الإنسان يستطيع. توفر هذه جميع المواصلات بجميع جوانبها، هذه كلها جعلت العالم قرية صغيرة. إذا كان الثورة المعلوماتية تطور وهذا كله، إذا مقارنة في الحياة العصرية نجد أن تأخذ بهذا الاتجاه سريع جدا، صعود إلى أعلى بشكل خيالي أكثر من السنوات السابقة. وحتى الحياة العصرية اليوم أصبح الإنسان يستطيع يعيش في أبرد مكان ويتأقلم مع الجو، أي تكييف يجعله يعيش في تلك البيئة، والعكس في جو حار سبيل المثال حتى وصل 50 درجة مئوية يستطيع الإنسان في السيارة مكيف، في المنزل مكيف، والآخرة. وكل ذلك، كل هذه تقع ضمن التطورات المذهلة في الحياة العصرية. هذا جانب واحد، لكن لو أخذنا الإحصائيات تتعلق بالصحة البشرية، الرعاية الصحية، لوجدنا أن في انكماش، يعني الاتجاه لا يمشي يتناسب مع التطورات المذهلة في التكنولوجيا، يأخذ اتجاه معاكس. يعني لو أخذنا إحصائيات بالأمراض المستعصية على سبيل المثال، هذه إحصائيات جمعناها قليل فقط على السريع، مرض السكري مرض مستعصية، أعلنت منظمة الصحة العالمية بأن الإنسان اليوم أصبح يعيش بهذا المرض غير قابل للشفاء، لا يوجد علاج لمرض السكري نهائيا. وأعلنت منظمة الصحة العالمية بأن السكري مرض وبائي. وصل الآن 425 مليون نسمة مصاب من مرض السكري، يعني لكل 10 أشخاص شخصين مصابين بمرض السكري. هذا المستوى سكان العالم بأكمله. في عام 2045 راح يوصل أعداد المصابين من مرض السكر، هذا مرض واحد فقط، 629 مليون، ما يقارب تقريبا 8%. أمراض القلب وأمراض الأوعية الدموية cardiovascular diseases، إحصائيات منظمة الصحة العالمية في عام 2016 بلغ عدد المصابين 9.43 مليون مصاب من مرض
من أمراض القلب والأوعية الدموية، أمراض المستعصية بجميع أنواعها. فهم مرض مستعصي هو مرض الذي يعيش الإنسان به أكثر من 3 أشهر، يعني من 3 أشهر فصاعدا، فأغلبها لا يوجد فيه علاج إطلاقا فوفق الإحصائيات. وبالتالي تبين في هذه الإحصائيات من منظمة الصحة العالمية في عام 2020 يوصل عدد الوفيات بسبب الوفيات 3/4 من سكان العالم، من الوفيات هي يعني تكون نتيجة من الأمراض المستعصية. طب هذه أرقام خيالية، لو دخلنا بتفاصيل هذه الأرقام بأمراض مختلفة لوجدنا أرقام خيالية جدا. لماذا؟ هل الإنسان فشل بأن يجد شفاء دائم حتى ينعم الإنسان بالصحة الوفيرة؟ ألم وعد الله سبحانه وتعالى بأنه خلق الإنسان في أحسن تقويم في قول الله تعالى في محكم تنزيله: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. وبمفهوم الصحة وفقا للتعريف من قبل منظمة الصحة العالمية أن التمتع بالصحة لا يقتصر فقط الخلوة من الأمراض، يعني إنسان يروح يعمل فحوصات طبية كاملة يجد أن لا يوجد أي مرض، لا مصاب من أي مرض أو التهاب، لا يستطيع يعلم بأنه صحي. هذا جانب فقط. فالصحة أنه الإنسان يتمتع بالصحة بجميع جوانبها، الصحة الشاملة، أي الصحة الجسدية، أي الأمراض جميعها، الالتهابات، البدانة، كل هذه تقع في جانب الصحة الجسدية. الصحة النفسية أو الصحة العاطفية، أي تعقل مع الحياة، مع متغيرات في الحياة، مع ضغوطات الحياة، مع النظر في الضغوطات بأن فيتامين الحياة، بأن الإنسان لا يستطيع ينمي مهاراته أو يوصل إلى تقدم إلا أن يتقبل ويستوعب ويرحب بأي تحديات التي ممكن يعيش بها، ولا يجعلها بأن هذه التحديات تسبب له ضغوطات، مثل ضغوطات العمل، ضغوطات المال، ضغوطات الحياة بصفة عامة، ضغوطات التعامل مع المجتمع، من اختلف معك سواء في أي اختلاف في العقيدة أو في الدين أو في المذهب أو في اللون أو في المال أو في الإمكانيات، كل هذه الاختلافات. لذلك الجانب النفسي مهم جدا. الإنسان ينظر في الحياة حياة جميلة، حياة لطيفة، نعم الله سبحانه وتعالى، يتقبل بأن الله تعالى لا يضيع أجر المحسنين وكذا. الجانب الثالث، صحة نوع ثالث من الصحة، هي الصحة العقلية، أي تطوير المهارات، تنمية المهارات، بناء القدرات الذاتية، تطور في مجالك الذي أنت تختص وأنت مختص به. وكل إنسان موهوب بمهارات متميزة، كل إنسان له مزايا، لكن كيف يتأقلم ويستطيع ويستخدم هذه المهارات وقدرات الذهنية التي يمتلكها ويطورها، سواء هذا يستفيد في مجال التجارة أو في مجال العمل أو في مجال في أي مجال الذي الإنسان، حتى لو ما أي مجال. الصحة الرابعة، أي الصحة الروحية، مهم جدا. الصحة الروحية، الإنسان صلة الإنسان بالرحمن، بغض النظر ما ينتمي إلى الإنسان سواء في الدين أو مذهب أو أي انتماء، كل إنسان فهو إنسان مخلوق خلقه الله سبحانه وتعالى، ليس مخلوق إنسان آلي، أي صنعه الإنسان أو جهاز، أو بل إنسان مخلوق من الله سبحانه وتعالى. فكل إنسان يتمتع بهذه الصفات المتميزة، يستطيع يعيش بصحة روحية بحيث يخرج من الدائرة المغلق إلى الدائرة الخارجية، ينظر المجتمع بكل من أن اختلف معه بأن كل إنسان يتميز في صفاته، في مذهبه، في معتقداته، ومن هنا يبني الجسر الوئام والتعايش السلمي مع جميع فئات البشرية. لإذن هذه كلها
أنواع صحة الإنسان الأربعة التي ذكرناها، إذا وجدنا بأن الأرقام خيالية من حيث المصابين من أمراض المصاصية جانب الصحة الجسدية ومن الستريس أو الضغوطات الحياة، أرقام خيالية إلى آخره، إذن لا، نحن لا نؤمن بشيء اسمه الاتجاه معاكس، أي التطور مذهل في التكنولوجيا لكن هذه الأرقام في الصحة تأخذ عكس ذلك. لذلك منذ اكتشفنا العلاج بالماء الساخن وفوائده الصحية والعلاجية، العلم يتطور يوما ورا يوما. 11 سنة منذ اكتشفنا، اليوم ونحن في الولايات المتحدة الأمريكية هدفنا إثبات للعالم بأن فعلا هذه مادة الرخيصة السهل ومتوفر للجميع، كما أعلنت قناة MBC في خلال لقائنا في عام 2012، المادة السهلة المتوفرة للجميع الرخيصة ولا ضرر منها، لا تحمل أي مواد كيميائية. هذا السائل العظيم، سائل رباني، الحضارات الإنسانية كلها تتمركز خلال هذه النعمة الربانية، الماء بالتحديد، لكن الماء بالتحديد حتى ما تغير درجات الحرارة تغير مفعولة، البارد مضر، الفاتر عديم، المغلي مضر، الساخن سبحان الله، وبالعكس يعني أصبح حتى يعني خلق الإنسان أول ما نفخ الله سبحانه وتعالى الإنسان من روحه فيما في أنت وأنت تحمل من روح الله سبحانه وتعالى، لذلك من هذا الروح العظيم الذي تحمله كيف تكونت بداخل رحم أمك؟ أول شيء تكون سائل الرحم، أمنيوتيك فلويد، سائل الأمنيوسي، ماء ساخن، 99% نسبة هذا السائل ماء فقط، هي 1% مادة بروتينية كولاجينية وهي مادة مغذية للجنين، 1%، إذن هو ماء صافي. درجة حرارة هذا السائل العظيم الذي نعم الله سبحانه وتعالى على كل أم حامل 37.5 درجة مئوية، أي درجة واحدة أعلى من الدرجة الطبيعية للأم في الحالات العادية غير الحمل، لذا هو ماء ساخن. لذلك الماء ساخن مصر في خلق وتكون كل إنسان، إذن خلق الله سبحانه وتعالى الإنسان في أحسن خلق في أحسن تقويم استنادة إلى هذه النعمة الربانية جعلها سبب. طيب، لذا أصبح تحقيق الصحة الشاملة الجسدية العاطفية الروحية العقلية من السهل جدا من خلال العلاج بالماء الساخن وفوائده الصحية. وعندما نقول العلاج بالماء الساخن، أنواع متعددة، أساليب متعددة، الأساس طريقة تناول الماء الساخن، برنامج الماء الساخن، تناول برنامج محدد للكبار وللصغار، وفي تغيير في برنامج وفقا حتى ظروف الشخص، لكن يجب الإنسان يكمل هذه الكمية بتلك درجة الحرارة محددة بالحد الأدنى الكمية يوميا، هذا واحد. ومن ثم أساليب الصحية والعلاجية الأخرى، وهي العلاج بكمادات الماء الساخن، العلاج ببخار الماء الساخن، العلاج الحراري بعد كمادات الماء الساخن، وكذا. هذه كلها مكتملة لفوائد الصحية متعددة. لذا نحن نؤمن بقوة وبشدة بأن قريبا ستتحول بإذن الله تعالى وتوفيق جلت قدرته، ستتحول مستشفيات إلى منتجعات صحية. نحن الآن في منتجع اسمه ستون وولد ريزورت، ويستخدمون الماء ساخن في هو الجاكوزي ساخن، لأن الجو يكون بارد، عندهم جاكوزي داخلي وخارجي وجميل رائع جدا، ماء مياه ساخنة. هذه طبعا المستشفيات بدأ نكون إنسان ينوم في مستشفى، يرقد في مستشفى وهو مصاب بمرض، بل بالعكس يعتني بصحته قبل الإصابة بالمرض وتفادي والحد من الإصابة بالأمراض وحتى يحقق الصحة الوفيرة. وكذلك حتى الإنسان لو عندما يصاب
لا يقلق أن الشفاء موجود. نحن من 11 سنة نمرض والعائلة ومن الذين يتابعون برنامجنا لا يقلقون بالعكس يعرفون أن الشفاء موجود، سهلة رخيصة ومتوفر للجميع، لا تحمل أي مادة كيميائية، وإن لن تنفعك لن تضرك، بل فيها تحمل أسرار عظيمة جدا. لذلك نؤمن بأن قريبا المستشفيات تتحول إلى منتجعات صحية، والمراكز الصحية بإذن الله تعالى وتوفيق جلت قدراته بديع السماوات والأرض، وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. الله تعالى إذا أراد أن يكون شيء سيكون. تتحول مراكز صحية إلى مراكز للرفاعة ويلنس سنترز، وهذه الخطة الهادفة بإنشاء منتجعات الصحية في سلطنة عمان بلدنا الغالي، ومن أين بدأنا وفي الولايات المتحدة الأمريكية، وانتشر حول العالم بإذن الله تعالى وتوفيقه. من أين ستأتي الإمكانيات المادية؟ هذه نعمة من الله سبحانه وتعالى، نعمل دراسات ومن ثم ننتظر نعرض المستثمرين لإقامة هذه المشاريع. والمشروع الثالث هو استمر هذا المشروع الخيري الذي بدأنا به منذ اكتشفنا في عام 2007 حتى الآن. نحن الآن في ثلاثة أربعة من يعني في شهر أكتوبر، نهاية أكتوبر من عام 2018، نؤمن بأن بإذن الله تعالى أن هذا المشروع يستمر، مشروع الخيرية، ويتحول نفتح منظمة الرفاع، منظمة الصحة الشمولية Wellness Organization غير ربحية. ومن ذلك المؤتمرات التي سافرنا حول كثير من أماكن، في سان دييغو في كاليفورنيا وفي أستراليا وفي دبي الإمارات العربية المتحدة، وفي شرق الإمارات العربية المتحدة والفلبين، ومن ثم تنتشر حول العالم. هذه المؤتمرات عندما ذهبنا لتقديم أوراق العمل استفدنا في تعارف كثيرين من أطباء الذين تحول إلى الراية الصحية الطبيعية، الطب الشمولي، العلاج الأستيوباثي والأخرى، كل أنواع مختلفة من العلاجات الطبيعية. هدفنا أن يكون في مؤتمر سنوية يقام أينما في بإذن الله تعالى في الولايات المتحدة الأمريكية، من مكان الذي توفقنا قريبا قبل شهور فتح مكتب تنسيقي لهذا الجانب في بلاكسبرغ بولاية فيرجينيا، وكذلك في سلطنة عمان بلدنا الغالي من أين بدأنا، ينتشر حول العالم بإذن الله تعالى. وهدفنا تقام مؤتمرات سنوية، مؤتمرات دولية، نقوم بدعوة هؤلاء المتخصصين الباحثين المهتمين في مجال الصحة الشمولية، الطب الأستيوباثي وأنواع العلاجات الطبيعية المختلفة، وإن شاء الله بإذن الله تعالى ينعم البشرية على الكرة الأرضية بصحة وفيرة بكل يسر وسهولة، حتى يأخذ اتجاه يعود من سلبي إلى إيجابي، ويصعد صاعدا جنبا إلى جنب مع التطور المذهل في التكنولوجيا والحياة المعاصرة، وبهذا ينعم العالم حياة صحية شاملة بعيدة عن الأمراض، بعيدة عن التوترات بالإصابة بالأمراض بجميع جوانبها، الجسدية، العاطفية، العقلية، الروحية، بل يتمتع الإنسان بكل هذه الصفات العظيمة كما خلقه الله سبحانه وتعالى في أحسن تقويم. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مع السلامة.